صلاة التراويح. أولاً، تسميتها بهذا الاسم ليس تسمية من المسلمين حسب أهوائهم، كلا، وإنما ورد عن كثير من السلف كما ذكر ذلك البيهقي في السنن كعمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة، وتلقت ذلك الأمة بالقبول على تسميتها بصلاة التراويح، فليست هذه التسمية بدعة كما زعمه أو ربما يزعمه البعض، بل جاء حديث عن عائشة رضي الله عنها في السنن الكبرى للبيهقي أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي 4 ركعات في الليل ثم يتروح. قال البيهقي: تفرد به المغيرة ابن زياد وليس بالقوي. وقوله ثم يتروح إن ثبت فهو أصل في تروح الإمام في صلاة التراويح كما قال البيهقي رحمه الله. فإن ثبت هذا الحديث وإلا فما تنوقل عن سلف هذه الأمة من الصحابة رضي الله عنهم يدل على تسميتها بذلك، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلاله.